نعم، هذه لحظة تاريخية في حياة شعبنا، بل وفي تاريخ شعبنا، بأن الشعب كانت له حكومة أو كان له نظام قبل 20 سنة، نظام إسلامي مستقل، ولكن للأسف الاحتلال الأمريكي ومن معهم جاءوا واحتلوا بلدنا و جاءوا بالويلات والمشاكل، وكان هناك منذ 20 سنة في البلد قتل وطرد وشرد ومثل هذه الأمور للأسف، والشعب قد عانى كثيرا من المشاكل، ولكن بفضل من الله ثم بمجاهدة شعبنا وبنضاله وبقتالهم ضد القوات الأجنبية من الله علينا وشعبنا جميعا بهذا الفضل العظيم، بأن خرج الاحتلال من بلدنا. وأيضا النقطة المهمة الثانية، أن هذه الحروب التي بدأت أكثر من 40 سنة انتهت هذه الحروب أيضا، وشعبنا للأسف كان يعاني من هذه الحروب وقد عانى كثيرا، وأيضا هناك بسبب هذه الحروب وبهذا سبب الاحتلال قد واجه كثيرا من المشاكل ويواجهها. فالآن الحمد لله، الآن نحن استطعنا وشعبنا بأن يكون لنا نظام مستقل إسلامي يمثل الشعب ويكون في خدمة الشعب ويكون يوفر للشعب فرص العمل وفرص العيش بالكرامة. نعم دكتور نعيم.